في انباء النهارده اعلاميه مصريه قالت انه الاهلي يفكر في محمد علي بن رمضان نجم نادي الترجي التونسي، هل تتوقع او تتصور انه محمد علي رمضان يكون لاعب في النادي الاهلي الموسم القادم؟ هو الاهلي كان محمد علي بن رمضان كان على رادار الاهلي عنده اكثر من موسم. صحيح. تقريبا موسم الفارط او يمكن قبله بدايه المتابعات، لكن اللي اعرفه شخصيا على اللاعب بحكم علاقتي به، نعرف لاعب اللي هو يفضل التوجه للقاره الاوروبيه. لكن بين من نهايه عقده لين اتخاذ القرار النهائي، اكيد معناتها عديد العناصر تنجم تكون حاسمه في اتخاذ القرار. النادي الاهلي اكيد باش يكون معناتها ثقيل في من ناحيه العرض، لكن اخذا بعين الاعتبار الجزئيه اللي تحدثنا فيها، صعب جدا انك تشوف محمد علي بن رمضان اللاعب ابن الترجي المنتوج الخام الترجي الرياضي التونسي انه يكون في الاهلي وينافس في وقت ليس ببعيد، معناتها في اقرب الاجال تلقاه ينافس الترجي الرياضي التونسي. فانا للامانه نستبعد شخصيا، لكن كما قلت لك معناتها في اتخاذ قرار لاعب ينجم معناتها يحكم فيه جزئيات بسيطه من هنا للوقت هذاك.